نعم عندك شكون في حياتكم تقول شيء؟ ايوه يا بنت اسمعي، انا نعرف هشام مريته بالنسبه للحب. خاول اغزل انا الحب اغزل لي حب حب على روحي. راهو الحب مش بالضروره نحتفلوا له نهار عيد الحب، ولكن نحكي على روحي. لو انا راني ساعات وحدي وحدي نهز ورده نخرج نجيب خاتم لها بالحق. راه ما تحب حد؟ ما نحب حد، نحب بابا وامي والله. ونقول لكم راني نحبكم برشا برشا برشا، الحاج والحاج واخواتي. سلام عليكم. راني نحبكم. شبيك حملون؟ اصحابي وحبيب. شبيك حملون؟ خليه يحكي خليه يحكي، انا نعرف كل شيء. شنيت يا اخي من ورايا؟ عيني في عينك هكايا، عيني في عينك. كريم اللي يسمعك تعرف راهو معناتها نتاع بالحق. نتاع شنو؟ هاد شيء مش تعرف شنو انت شنو معناتها شنو المشكله مع الناس كل تحكي هكا على الحب؟ شبيك حاشم هكا ودخلت بعضك؟ شنو المشكله؟ مانيش حاشم. ليه ليه بالحق؟ انا هكا يا ريم، انا هكا انا هكا فما حد شيء. يلا فما حد شيء. شنو تعرف وانا ما نعرفش؟ قول لي ريم. طب بعد وريك مساجات، توريك مساجات بعد. مساجات شنو هي؟ مساجات بيان سور. شبيك يا اي صحيحه الحكايه. مساجات شنو؟ مساجات شنو؟ نتكلم ولا نسكت؟ بليك باش نقول لك اسكت باش تولي فما حاجه، وقت اليوم ما فما حتى شيء. شنو هي اللي ما فما حتى شيء؟ باش نقول لك تكلم ما فما علاش تتكلم، علاش زايد نعطلوا في العباد و... نعطلوا في العباد يا اخي بجدكم تو. اون دي باس اون دي باس اون دي باس باش نلعبوا خوله. اون دي باس هي ما في الكاميرات وقالوا لي وجهك هكا مقلوب. اون دي باس اون دي باس اون دي باس. دقيقة بربي دقيقة. شنو قال لي في الكاميرا وجهك مقلوب؟ يعجبكش تو؟ شفا يعجبكش تو؟ يعجبكش؟ شبيكم؟ احنا مازلنا نصور ولا قاسين؟ لا قاسين. شنو هي الحكاية؟ ما تعرفوش قدام الكاميرا من بعد تعاركوا في الكوليس. شنو هي ما تعرفش قدام الكاميرا؟ لا ما تعرفش ما تعرفش معناها زي قال لك حاجة قبل ما تدخل. قال لك حاجة قبل ما تدخل. هو ديما هكاك راهو يقول لك لك ديما كيك كيك ويجلطم يقول يعمل شو قال لك ايش قال لك 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 يا ريم انت انت حكيت حكاية ما تجيش جملة. شنو هي يا ريم حكيت حكاية ما تجيش جملة؟ علاه هكا قدام العباد؟ علاه يا كرموسي قدام العباد تعمل في المشاكل هذيا؟ شنية؟ كل روحك يا ريم. عليه هكا ببلي قاعد وعباد وتزنفيتي وناس، شنو هذا؟ ثم حاجة ما تحكي. اكبر شوية كرموسي اكبر شوية. اكبر شوية. ثم حاجة ما تحكي. مش قدام الناس يا جماعة يا جماعة. شنو قلت لك قبل ما تدخلوا؟ علاش هكا؟ ليش زنفيتي؟ أنا فاهمها. شنية اللي فاهم؟ كيف فهمني تكلم؟ تكلم ما تحب تتكلم تكلم. ما تكلمش أنت اللي حبيت تتكلم وقلت لك سيبوها مش لازم منه. شنو اللي مش لازم على كيفك هو؟ ومش على كيفك. وقت اللي يظهر لك وقت اللي ما يظهر لك. والله ما على كيفك يا ريم. باهي أوكي. أوكي أوكي. أوكي أوكي أوكي. قال لك حاجة قبل ما تدخل؟ يا بنتي ما نعدلش عليه أنا سي بون معناها يز اللي فما حصل لي سي بون. أنت ليه خاطر؟ أبشر بما أنا توا. تتبلانجا وبعديكا. شنو هي تتبلانجا؟ شنو مش لوجيك جملة ريم والله. شنو اللي مش لوجيك جملة؟ مش نورمال. على شنو تبلانجيت؟ يا خلي هي تفادلك قالت نعرف عنك شكون يا اخي شبيك انت ما تقبلش تفادليك؟ هي شنية؟ يا خويا ما نقبلش انا تفادليك بيها هكا شبيك تصيح يا اخي ما تعملش حسك سمعت خلي مش يعمل سيجار برا يزي الكاميرا كاشفة مش تعمل معاه انا الشيء هذا المواطن مش تعمل معاه ريم ريم سالت مرة الأخرى سالت مرة الأخرى واحد أخرى سالت مرة الأخرى واحنا فيك كي صارت المرة الأخرى لحظة احنا فيك كي صارت المرة الأخرى شنو اللي صار المره الاخرى؟ هي هكا لو انتم تعملوا هكا اللي صار برك ايش نحكيو البر لا ما ايه احسن حاجه يا اخي نرمال اذا توا غيجي يا نرجع يا اخي نرمال هكا